أو في الأرزاق. تعال معي من الليل لنؤصل هذا البناء الذي أرى أنه أزمة الأمة الآن. الأزمة فينا يا قومي أزمة أخلاق. أزمة أخلاق في التعامل، أزمة أخلاق في الكلمات، أزمة أخلاق. وارضوا بالقسمة فرضاكم خير الأخلاق. أزمة أخلاق في الأفعال، في النوايا، أزمة أخلاق في الأحوال. هو تنسحيقة بين الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الخلق وبين الأخلاق التي عليها الخلق. وهل بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليربي الأمة بعقيدة نظرية لا تحول الأمة بأولادها وأجيالها وأبنائها هذه العقيدة في واقع الناس إلى منهج حياة؟ أزمة البشرية، أزمة أخلاق. إن التطرف الأخلاقي قد لا يقل خطراً عن التطرف الفكري. الأزمة ليست في مال أو في الأرزاق، ليست في الحظ كما زعموا أو في الإملاق. هذه برامجنا. أزمة أخلاق يأتيكم في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. وترتيل وتجويد.